اللفة الأخيرة تقدمت على سعيد السليطي اللي هو كان المنافس الأقرب لي، والحمد لله فزت. آخر لفتين أنا حاولت إني try to make شوي gap إن at least I will try to finish, and just before the checkered flag I saw Michal just pass me, I was like no. الحمد لله أنا مستانس لأن أسرع لفة سويتها أنا في السباق، فهاي شيء مفرح لي، إن شاء الله راح أقدر أكون أسرع في السباق الثاني. ما قدرت أجاري الشباب، فأتوقع كان عندي البرشر أقل شوي، لكن إن شاء الله راح نعوضها السباق الثاني. والله السباق كان ممتع، يعني من أول لفة لين التشيكر فلاج كان بيج فايت أنا ومشعل الناصر. بطل السباق الأول من الجولة الأولى مشعل العيني. ما توقعت أن راح أشوف سعيد وناصر منافسين يعني في خلفي على طول في بداية أول ثلاث لفات. أحب أشكر الاتحاد القطري لسيارات الدراجات النارية، صراحة سووا أجواء وايد ممتازة،